من القدس المحتلة تبرز أربعة مظاهر وطقوس لعيد القيامة المجيد، العيد الأكبر لدى المسيحيين من كل الطوائف، والذي بدأت هذه الأيام أجواء الاحتفال به في الفترة الممتدة ما بين 27 مارس آذار وحتى 6 أبريل نيسان تحت مسمى أسبوع الآلام. من الجميل أن نرى العديد من الناس هنا بالرغم مضي أكثر من 2000 سنة على رحيل يسوع، لا زال بمقدورنا تشريفه. نحن نحس أنه معنا اليوم، لذلك نحن مجتمعون هنا لنسير في المكان الذي صار فيه. يرمز عيد القيامة إلى قيام المسيح من بين الأموات بعد 3 أيام من صلبه وقتله، ذلك بحسب المعتقدات المسيحية. آلاف المسيحيين يتدفقون من جميع أنحاء العالم إلى مدينة القدس في كل عام لإحياء طقوس سبت النور وحضور قداس عيد القيامة، حيث تنظم مواكب محاكاة للسياح لتتبع خطوات المسيح في طريق الآلام بالقدس الشرقية، بدءا من باب الأسباط أحد أبواب البلدة القديمة للقدس ووصولا إلى كنيسة القيامة. إلا أن المسيحيين وبخاصة الشبان من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة يشتكون من رفض السلطات الإسرائيلية السماح لهم بالوصول إلى مدينة القدس للمشاركة في هذه الاحتفالات الدينية، كما يشتكي المسيحيون الفلسطينيون في كل عام من الإجراءات التي تفرضها الشرطة الإسرائيلية في محيط كنيسة القيامة في البلدة القديمة، والتي تشمل التواجد المكثف لعناصر الشرطة. طبعا الكل يتمنى أنه يكون هذا العيد عيد سلام وعيد يعيد للبشرية كلها أمن وسلام ويبطل هالإرهاب وهالضرب وهالخبط في هالعالم. تضييق الاحتلال على المسيحيين الذين يبلغ عددهم نحو 90,000 لم يثنهم عن الاحتفال بهذه الأيام المقدسة في التفاتة إلى فلسطين وجراحها، فمدينة السلام أبعد ما تكون عن السلام بسبب الممارسات الظالمة التي ترتكب بحق أبنائها وشعبها.